القاعدة الثانية: الدعاء مفتاح تزكية النفوس، وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، وله أثر عظيم في فتح أبواب الخير ومجالاته وطرقه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصيته لأبي القاسم المغربي: الدعاء مفتاح كل خير. فكل خير يرجوه المرء ويطمع في نيله مفتاحه الدعاء. ولهذا من أراد زكاة نفسه فليقبل على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وليكثر من دعاء الله، وبخاصة الدعاء العظيم المأثور في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب التزكية. وفي صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وأعظم ما يعينك على العناية بالدعاء دعاء الله عز وجل أن يزكي نفسك، أن تكون على يقين أن زكاة نفسك بيد الله، وأن الله عز وجل هو جل وعلا الذي يزكي من يشاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل الله يزكي من يشاء. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.